مهندسة هالة عبادة مرشحة لمقعد كهرباء تحت السن في قائمة مهندسون في حب مصر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. برنامج بتاعنا في التنسيقية هو برضو ضمن البرنامج لقائمة مهندسون في حب مصر، اللي بيشمل استكمال للإنجازات اللي حصلت خلال 4 سنين، زي مثلا مزاولة المهنة والعقد الثلاثي وبروتوكول البورتال التوظيفي اللي بيضم فيه شركات كتير، هتساعد إن شاء الله المهندسين ان هم يلاقوا فرصة عمل من خلال النقابة. ايضا رقمنة الخدمات، وده طبعا شفناه في عزوف كبير من المهندسين ان هم يعني ما يقدروش يجوا لحد النقابة، فبقى في رقمنة للخدمات النقابية، وان شاء الله نستكمل بقية الخدمات النقابية في ظل التحول الرقمي. ايضا في حاجة مهمة جدا للتخصصات في العصر ده، التكنولوجيا بنستحدث تخصصات جديدة، ففي لينا ان شاء الله ان احنا نقوم بتقديم طلب لوجود التخصص بجانب الشعبة لحفظ التخصصات الصغيرة في كل شعبة، لان مثلا زي شعبة كهرباء فيها اكتر من 40 تخصص صغير. ايضا في مجال حماية حقوق المهندسين بالخارج، يعني قطع نشاط كبير مثل جمعية المهندسين الكويتية، وإزاي قدرنا نحل هذه المشكلة. إن شاء الله دايما يكون المهندس حاسس إن نقابته واقفة في ظهره وبتسنده، ودايما يكون حاسس بالأمان في وجود النقابة. بدعي كل المهندسين والمهندسات إن هم ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات بغض النظر عن توجههم الانتخابي، ولكن ده واجب عليك إن أنت تنزل وتختار المهندسين الممثلين ليك في مجلس النقابة، وده دورك كمهندس. أشوفكم إن شاء الله في يوم 25 فبراير، وأيضا يوم 4 مارس.